أصدقاء طيبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعمل ونقش آية قرآنية كريمة بطريقة الحلق على الخشب وبتقنية البيروغرافي وبخط الثلث الذي يتميز كما ذكرنا سابقا بتداخل حروف كلماته وكثرة حركاته وسهولة تركيبه بأي شكل. وسأقوم بهذا اليوم بنقش الآية 28 من سورة سبأ المباركة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أصدقائي، وللفائدة أحببت أن أشير إلى بعض تفسير هذه الآية وبشكل مختصر، والتي فيها إشارة للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أرسلناك بالرسالة التي حملناها إياك إلى الخلق كافة، أي بأجمعهم، ولكن تحتمل معنى آخر وهو إلا كافة، أي إلا مانعا لهم وكافا لهم من الشرك والمعاصي، ودخلت الهاء للمبالغة، وبشيرا لهم أي مبشرا بالجنة، ونذيرا أي مخوفا بالنار، ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق قولك وإنك رسول إليهم. طبعا هذا بعض ما جاء في تفسيرها وبشكل مختصر والله العالم. أتمنى أن ينال العمل إعجابكم، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة لدعمنا وتشجيعنا على تقديم المزيد. وفي الختام تقبلوا تحياتي وشكرا لكم. كان معكم محمد من سبارتا CNC Workshop. Oh.